يرتفع صهيل الخيول بين جنبات وادي الفروسية معلنا عن بدء فعاليات بطولة كأس الجمهورية للفروسية بالوادي في صورته الجديدة المتميزة التي وصل إليها بعد قيام وزارة الداخلية بتطويره تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الإطار ليصبح ملتقى البطولات المحلية والدولية ويسهم في دعم الرياضة الفروسية في مصر لكل المواطنين. صراحة من ساعة لما ابتدى البطولات تيجي هنا في وادي الفروسية الموضوع بقى فارق معانا قوي، لأنه المكان مجهز بكل الخدمات اللي احنا محتاجينها. هذا المكان يصلح ان يتعمل فيه بطولات دولية كبيرة وعلى مستوى عالي جدا. على مدار 3 أيام تواصلت فعاليات البطولة برعاية لجنة تحكيم مشكلة من الاتحاد المصري للفروسية وبمشاركة واسعة من أندية الفروسية والفرسان الذي وصل عددهم إلى 224 فارسا لمسابقة قفز الموانع و14 فارسا لمسابقة الترويض و41 فارسا لمسابقة التقاط الأوتاد بالسيف والرمح و125 فارسا في البطولة المفتوحة. تخلل فقرات البطولة مشاركة مجموعة من ذوي الهمم في استعراض مهاراتهم في قفز الموانع. سعيد جدا بمستوى التجهيزات اللي موجودة في المكان، سواء مدرجات الجماهير تقدر تتفرج منها او الارض نفسها والتجهيزات اللي بتحصل فيها. انا مبسوط جدا ان انا معاكم النهاردة وسعيد بيكم وسعيد كرم الضيافة. تم إعداد اسطبلات ذات سعة كبيرة لإيواء الخيول المشاركة وفندق مجهز لإقامة الفرسان خلال فترة التنافس ومطاعم، فضلا عن سيارات كهربائية للتنقل داخل وادي الفروسية وسيارات إسعاف بأطقمها الطبية من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية. احنا هنا عندنا في المستشفى البيطري كافة الأجهزة من سونار، إكس راي، رنين، شوك ويف، بتأهلنا اللي احنا نتدخل في أي حالات طارئة. شهدت ملاعب وادي الفروسية الممهدة وفقا لأعلى المقاييس الدولية في رياضة الفروسية تنافسا بين الفرسان المشاركة لاعتلاء منصة التتويج في رياضات قفز الموانع والترويض والتقاط الأوتاد. ده تقريبا افتتاح الارض بتاعت الكلة. الارض هايلة، تجهيز هايل، الارض موفرالي الاستابيليتي دي كلها، موفرالي الثقة في الحصان، موفرالي الثقة في الخطوة ان انا اعرف اتحرك فوق الحصان. مكان هايل كمانجمنت، كانشاءات، كنظافة، ما شاء الله حاجة يعني يتشرف ان هي تكون موجودة في مصر. وقد عكس اداء الفرسان بخيولهم مدى الشعور بالراحة على هذه الملاعب التي تفجر طاقاتهم في المنافسات وتساعدهم على إخراج مواهبهم في الفروسية. الشكل بصراحة حلو جدا والأراضي نظيفة جدا جدا جدا، النادي نفسه بصراحة حلو، فالأرض يعني من كتر ما هي نظيفة وحلوة تحسسك اللي هو إيه اجري. الحكام جهز لهم مبنى يوفر لهم رؤية واسعة لكل الملاعب في وقت واحد. أفضل حاجة إن أنا ببقى محتاجها اللي هي رؤية جيدة للمكان، شايف جميع الاتجاهات بتاع الفارس من أول دخوله، من أول خانة التسخين لغاية خانة المباراة نفسها. وقد أشاد الفرسان والحضور بجاهزية ملاعب وادي الفروسية لاستقبال كافة منافسات الفروسية الدولية والمحلية من مرافق وملاعب واسطبلات، مؤكدين أنه إضافة قوية للرياضة الفروسية في مصر يحق لكل المصريين أن يفخروا به.
جهد فظيع من وزارة الداخلية ومن الضباط هنا ومنظمين كويس، كل إمكانيات موجودة، أي حاجة بنطلبها بنلاقيها. بطولة منظمة جدا، حتى الناس استقبلتنا حلو جدا، والضباط اللي هما البنات وزعوا علينا ورد وحاجات، فلا أوفر أول يعني مكان بجد تحفة. في أي بي يعني ما شاء الله، استبلات كويسة، زون عايز نستريح في بوكسو، كل حاجة موجودة، الووكر موجود اللي يتمشى في الخيل، دي أهم حاجة، بحيث إن الخيل بعد ما بتخلص بدل الأساس ما يمشوا على أيديهم في ووكرز ممكن تمشي فيها. أرض التسخين قريبة من أرض البطولة، الاستابل قريب من قريب برضو من الأرض، مكان واسع وفي أوتيل حلو وفي مطعم حلو جدا، المكان بصراحة فيه كل الفاسيلتيز اللي تؤهله إنه يبقى مكان دولي. الملاعب مزودة بأحدث وسائل الإضاءة والموزعة بشكل مناسب وفقا للمقاييس الدولية المعتمدة في مجال الرياضة الفروسية. في مدربين على أعلى مستوى بيدربونا، ما بيبخلوش علينا بأي معلومة، وده قليل تلاقيه في أي حتة تانية. حاجة تشرف، الواحد بيبقى سعيد وهو بيجي هنا، بقالنا سنين ما بنحضرش بطولات في المكان هنا، تطورات طبعا كل الناس شايفينها، ويقدر يستقبل أي بطولات دولية وجمهورية وكل حاجة. بطولة كأس الجمهورية للفروسية هي الثانية التي يستضيفها الوادي منذ تطويره بعد أيام قليلة من بطولة الجمهورية لقفز الموانع، وهو ما يؤكد على الجاهزية والاستعداد لاستضافة أي فعاليات تنافسية في الفروسية في أي وقت وبأي عدد. تتسم الخيول العربية بخفتها وجمالها ورشاقتها وسرعتها، ومصر لها باع طويل في تربية هذا النوع من الخيول. وادي الفروسية الذي طورته وزارة الداخلية مؤخرا يسهم بشكل فعال في الارتقاء برياضة الفروسية في مصر وتدعيم الريادة المصرية في هذا المجال باستضافته العديد من البطولات الدولية والمحلية في رياضة الفروسية. من وادي الفروسية، عبد الله بركات، التلفزيون المصري.